طبعا انا مش مصدق يعني برضك نادي كان نادي كبير، نادي كبير طبعا. واه طبعا اه طبعا وفعلا مضيت وابتديت بقى مرحلة التصنيع يعني. في اللحظة دي كابتن ما كانش في اعتقادي الشخصي، انت كنت بتلعب كوره زي ما بنلعب في الشارع، مفيش الفكر ان انا ابقى لعيب كوره، مفيش الفكر ان انا هبقى في نادي. لا فالحته دي كانت نقله كبيره، طبعا انك من بتلعب مع اصحابك في الشارع انك بدات تخش نادي، اه ومن جزء 14 سنه دوت برضو الواحد ما بيفكرش ان هو هبقى فريق. النقله من 14 سنه قعدت فتره قد ايه، والنقله بقى للنادي الاهلي، يعني دي طبعا الحته اللي عايزين يعني نعرفها. انا يمكن واحنا بنلعب الكره الشراب وبنلعب كره اللي هي سداسيات، كنا بنلعب دوريات كده سداسيات دي كانت زمان موجوده بالذات في ومش عارف رمضان كمان. والكورنر نتحسب مش عارف ربع جول وحاجات كده وبتاع. لكن بدايتي بقى في التصنيع لعبت موسمين بس في قطاع الناشئين، لعبت بس يعني لعبت 14 مسابقه 14، وكنت حتى ايه كان بيلعبني في المسابقه الاكبر 15 و17 في الموسمين. وبعد كده راح الكابتن الله يرحمه ابراهيم كيله الحقيقه ضمني الفريق الاول بعد كان عمرك يا دوبك 16 سنه. يعني طبعا يمكن انا زي ما بقول لك يا كابتن هاني ما لعبتش في القطاع الناشئين كتير يعني. فالمهم اتضميت، ويعني يمكن في خلال الموسمين دول كنت عامل حاجات كويسه قوي يعني، كنت عامل مستوى يعني واضح كده للناس وحاجات كده ملفت يعني. لافت طول عمرك كابتن وسط ملعب. انا معلومه نفسي اعرف يعني، طول عمرك في وسط الملعب المهاجم؟ طول عمري في وسط ملعب المهاجم. ده البوزيشن اللي بدات بيه من الصغيرين وكملت بيه للاخر. كملت بقى في تصنيع الدرجه الثانيه ولغايه ما صعدنا في 78. ويمكن احنا في الموسم دوت حصلت لي حاجه غريبه جدا، جات لي اصابه في العضله الاماميه في رجلي اليمين. المهم انا كملت بقى الموسم وعلى طول بتجيلي يعني، مثلا العب تلعب وبعدين تجيلك شويه ومش عارف ايه، لدرجه ان انا قعدت شويه بعالجها وكده. وبعدين جيت رحت قلت لا، انا كنا بنلعب بقى موسم صعود، فجيت قلت لا انا هلعب يعني. كان وحضرتك مصاب؟ كان بيجي لي شد كده. المهم ان انا رجلي الشمال دي ما بتشتغلش خالص، قعدت كملت السنه دي بتلعب بالشمال، بلعب بالشمال بس. اي سند الكوره ببطن رجلي او ان انا اشوط اخرج بره الملعب. لو سندت برجليك اليمين اللي هي فيها الشد ديت اللي هي فيها الشد، فبدات او اشوط اسدد اطلع بره على طول، لدرجه ان احنا المباراه اللي احنا مباراه الصعود كان بيننا وبين طنطا، كانت بتتلعب في ملعب استاد الزمالك. فالمهم احنا شغالين وانا بشتغل وخلاص بقى رجلي الشمال دي بقت ايه، في ناس كتير قالت لي انت اشول. بقيت اشول من كتر ان انا بعمل كل حاجه بيها، بعمل كل حاجه بيها، بروغ بيها، بسدد، بستلم، مش يعني ما بستخدمش اليمين خالص. عشان كده في ناس كتيره كانت فاكراني ان انا اشول. فالمهم في اخر المباراه اخر 5 دقائق في كره اتلعبت لي طويله، انا بلعب تحت راس الحربه او راسين الحربه وقتها، وراحت معديه وانا عملت السبرنت ورحت انا والحارس. فانا بحط الكره برجلي الشمال بتاعتي اللي انا شغال بيها، راحت الكره عامله في حفره كده وراحت عامله كده وراحت رايحه على رجلي اليمين. حسبتها بقى قلت ايه، انا هحط بطن رجلي وهنصعد واخرج بره الملعب خلاص ما فيش مشكله. وفعلا حطيت بطن رجليا وفعلا وخرجت اصل ايه ده، ما كانش كان بيحصل ايه يعني، الم جامد جدا طبعا. يعني ما تقدرش تكمل بعد كده. ففعلا الكره ديت او الهدف ده كمان كان هدف صعود، وفي نفس الوقت بقى ابتدينا بقى نكمل بقى. يمكن احنا الموسم اللي صعدنا فيه الحقيقه عملنا موسم يعني قوي جدا، بس كان عندنا مشكله الحقيقه ان ما عندناش ملعب. يعني كان في سنة كم؟ 78 كنا بنلعب ماتشاتنا في نادي الترسانة. كل ماتشاتنا في نادي الترسانة. طبعا دي يمكن فرقت معانا، رغم ان احنا في الموسم ده احنا عملنا نتيجتين كبار جدا 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 مع النادي الاهلي. يعني كسبنا مباراة ومباراة وتعادلنا في الدور الثاني، يعني جمعنا 3 بونت من النادي الاهلي في المباراتين.
وعملنا بقى مباراه كويسه جدا. عملنا مباراه على مستوى كبير، لكن زي ما قلت لك فرق معانا ان احنا ما عندناش ملعب، كان معانا في التوقيت ده الحقيقه. مين كان مدربكم؟ اتنقل لنا، هو كان معانا الكابتن مصطفى عصمت الله يرحمه، وكان معانا كابتن عادل طعيمه كان والله مساعد. طبعا. وكان معانا كابتن عزت بقى، كان جه مسك التصنيع. التصنيع. مسك بقى اشراف، كان اشرف مروان، كان طبعا كان هيعمل حاجات في نادي التصنيع، حاجات استاد كبير واستاد عالمي وحاجات كده. احنا حتى في الموسم ده كان اللبس بتاعنا جالنا من بره. يعني جالنا من المانيا ومخصوص لينا، وفلنا اللبنه ديت واديداس وحاجات، يعني كانت ملفته كمان حتى لبسنا كمان. فالمهم عملنا الموسم دوت بشكل طبعا كويس جدا جدا، وزي ما قلت لك حصل بقى موضوع منتخب مصر اللي احنا كنا رايحين نلعب دوره الالعاب الافريقيه، دوره الالعاب الافريقيه لما نزلنا بقى، والشيخ طه طبعا ضمني، ولعبنا لعبت الثلاث مباريات اللي احنا لعبناهم. ثلاث مباريات اساسي. ثلاث مباريات اساسي، وزي ما قلت لك الاسماء اللي كانت موجوده دي طبعاً. يعني اسماء رهيبه، يعني رهيبه. يمكن احنا كنا في سبيلنا ان احنا ناخد ميداليه الحقيقه، لان احنا كنا كويسين قوي. طب ليه ما حصلش كده؟ ما حصلش لان حصلت في مباراه ليبيا، كنا بنلعب ليبيا منتخب ليبيا، وحصلت خناقه كبيره جدا جدا في الملعب. في الملعب. ومين يا كابتن بينكم وبين بين لعيبتنا وبين هم؟ الحقيقه من اول المباراه كانوا مستفزين جدا وعاوزين يتخانقوا. يعني احنا ما كانش في دماغنا اي حاجه، احنا عايزين نلعب مباراه. هم من اول دقيقه في المباراه تروح لاي حد هو ممكن يكون عشان شايفين ممكن الفروقات الفنيه اعلى شويه، يعني فعايز عايز يقلل يعني عايز يقلل الجزئيه دي شويه.